إذا شكل جسمك inverted triangle أو مثلث مقلوب بيعني إنه كتافك أعرض شيء بجسمك. هدفنا لما نلبس هيدا الجسم هو تنحيف الكتاف، تعريض الورك شوي مع المحافظة على الخصر الرفيع. فيك تنقي التنانير والبانس يلي بدك هن من موضة هالموسم، مثل البوف سكيرتس اللي هلا كتير دارجين، أو التنانير المكسرة اللي بعدها موضة هالسنة مثل أنا لبستها، وكمان التنانير اللي فيها كشاكش كتير دارجة هالسنة، والمكسي كمان وكتير بيناسبوا جسمك، والمعلق كمان كتير بيلبق لك خصوصي إذا كان من تحت مثل هالفستان من فوق غامق وهولتر يعني بلف ورا الرقبة فبنحف الكتاف، ومن تحت معلق واسع شوي بيعطي شوية فوليوم وتوازن لجسمك. اللمي كتير دارج هالسنة وفيك تنقي منه البانس يلي بدك لأنه لمعته بتعطي شوية فوليوم كمان لجسمك وهيدا المطلوب. بالجينزات عندي خيار كتير واسع، مثلا فيك تلبسي البوي فريند جينز وإذا كان مخزق أحسن وأحسن، وإذا حبيت تلبسي تحته الستوكينجز المشبك ليش لا. كمان فيك تلبسي جينز البيل بوتمز يلي واسع من تحت لأنه وسعه بيعطي توازن مع كتافك. لبسي معه القميص اللي كمه راجلان لأنه بينحف الكتاف. كمان فيك تلبسي الراب توبس اللي بتلف لأنها كتير بتلبق لك. الأورنج الناري ميز الكات ووكس هالسنة، فيك تنقي منه هالجاكيت لأنها فتت بلا شولدر بادز فما بتزيد أي عرض لكتافك، وكمان بلا ردات فبتلبق لك أكتر وأكتر.